بالنسبه للجهه ديالنا كانت مقابله اللي هي متواضعه، لانه بالنسبه للفئه اللي حنا مشاركين بها في هذا الدوري هذا كتبقى دائما ما تقدرش تسير ضمن هذا الايقاع اللي اليوم كاين. كنعرفوا الفرق اللي اليوم كنواجهوها، الفرق اللي كانت داخله ديجا في استعدادات الموسم ديالها. اليوم كنشاركوا بفئه ديال 2006 2005، فما كيتعداش العمر ديالهم 18 سنه. كان عندهم يعني مشاكل باش يقدروا يلعبوا مقابلتين في الظرف الواجد، لانه لعبنا اليوم الاربعاء ولعبوا اليوم السبت، فكاين اشكال بدني، فطبيعة الحال تكون النتيجه بهذا الشكل هذا. لكن على العموم كنظن ان الوليدات اللي هما مزيانين وانهم قدروا يديو بواحد الشكل. كنظن ان الجولة الأولى ما دخلوش اللاعبين في المقابلة كما ما تلقينا هدفين، لكن في الجولة الثانية حاولنا ما يمكن أنهم يقدروا يدخلوا في المقابلة، لكن جا الطرد ولا شي شوية صعب المأمورية على اللاعبين. لكن كتبقى بالنسبة لنا خدينا بعض اللاعبين اللي الحمد لله يعني ممكن يكون عندهم مستقبل إن شاء الله من القدام. فهما اليوم كيستافدوا من الدروس هذه، كياخذوا التجربة ديالهم، كيحاولوا ممكن يحسوا بواحد النيفو آخر اللي هو مازال تابعهم، مازال تابعهم واحد العمل. فانا كيف كنقول لك يلا هذه تقريبا واحد اسبوع باش تمرنوا فيها، فكنظن انه اسبوع تمرن فيه وتاخذ فيه جوج مقابلات مع قنيطرة ومع خريبكا شيء من السهل. يمكن المقابله ديال قنيطرة يعطوا فيها بواحد الشكل كبير، كان عطاء جيد، لكن اليوم تبين انه بدنيا عانينا شويه.